برحب بحضراتكم مره تانية وخليني اقول لحضراتكم ان قريبا يعني خلال ايام هيتم ان شاء الله افتتاح اهلي الاقصر اللي بيعد ثمره نتاج الشراكه الاقتصاديه والوحده الاقتصاديه بين النادي الاهلي كيان النادي الاهلي الكبير وشركه استادات الشركه المصريه الوطنيه العملاقه اهلي الاقصر بيعتبر اكبر نادي رياضي دي بالمحافظة وبجنوب الصعيد هتكون مساحته إن شاء الله 13 فدان وفي طبعا يعني ملعب كرة قدم قانوني في مدرجات هتسع ل 5000 متفرج ملاعب طبعا مختلفة للألعاب حمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة واحد ونص فدان طيب خلونا نروح لقصر ونعرف آخر التطورات والاستعدادات اللي يعني بتتم حاليا احنا بنتكلم على ساعات ويتم افتتاح طبعا اهلي الاقصر الجديد خلينا نروح لزمنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي هناك ونتعرف منه على تفاصيل اكتر مساء الخير يا محمد مساء الخير يا احمد مساء الخير يا ساره تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي السلسه في كل مكان وكل جمهور النادي الاهلي حول العالم اهلا بيك يا محمد والحقيقه يمكن خليني اقول انه التوقيت ده يمكن يكون توقيت اللمسات الاخيره او الروتوش الاخيره على لوحه جديده بتحمل اسم اهلي الاقصر في جنوب الصعيد تكلمنا أكثر عن اخر التطورات والتفاصيل من عندك على الارض بالفعل يمكن زي ما ذكرت في المقدمه وكمان كانت بتتكلم ساره يعني زي ما بنقول يعني انجاز جديد يضاف لانجازات الشراكه المتميزه بين كيانين عملاقين النادي الاهلي النادي العظيم أعظم نادي في الكون وأعظم نادي في القارة الأفريقية والوطن العربي والشركة الوطنية العملاقة استادات القابضة يمكن ده في إطار الوحدة الاقتصادية ورؤية عشرين خمسة يمكن كان أول الإنجازات استاد الأهلي والسلام السلام والتطوير اللي شهدته قناة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وكمان في إنجاز جديد بيضاف خلال ساعات إن شاء الله يعني بشرة صارة ومفاجأة لكل أشياء النادي الأهلي نادي الاهلي الاقصر هنا يمكن الاستعداد بتتم على قدم وساق ساعات قليله ويزاح الستار ويتم افتتاح نادي اهلي الاقصر يمكن دوت حدث زي ما بنقول يعني حدث عظيم هنا يمكن يعني دور النادي الاهلي مش بس رياضي لا كمان دور وطني خدمه ابناء جنوب الوادي هنا في الصعيد يمكن كان لها شرف ان اكون موجود في الفتره اللي كان العضويات بتتسلم فيها هنا في النادي يمكن يعني فخر بقى بعده فخر اعضاء جدد بينضموا لعائله النادي الاهلي وفي جزء غالي جدا على كل المصريين وهو جنوب الوادي او صعيد مصر هنا يمكن مش بس اهل الاقصر اللي كانوا حريصين هم يكونوا متواجدين واحد افراد عائله الاهلي لا يعني كل المحافظات المجاوره للاقصر كمان كانوا حريصين أنهم ينضموا لعائلة النادي الاهلي يمكن سوهاج، إنا، أسوان، أهل الأقصر كلهم كانوا حريصين بمجرد ان تم الاعلان من عام وشهرين في 25 يناير تحديدا 2020 تم الحديث عن وجود نادي اهلي الاقصر هنا الناس سبقت يمكن بشكل سريع جدا المرحله الاولى والثانيه والثالثه يمكن الاعضاء تقدموا لهم بشكل كامل واستلموا من شهرين بالظبط كرنيهات العضويه هنا في النادي اهلي الاقصر الناس كلها كانت بتتسابق أنهم يكونوا موجودين ويكونوا جزء من عائله النادي الاهلي ويجنو ثمار الشراكه بين الاهلي والسادات القابضه الشركه الوطنيه العملاقه اعتقد يعني اي حد يمكن الصوره وبعض بعض الموجوده هنا لكن اعتقد كمان لما الناس تيجي هنا وتكون موجوده داخل اهل الاقصر اعتقد يعني هيعرفوا ويتاكدوا ان النادي الاهلي دائما رقم واحد رقم واحد رياضيا انشائيا وطنيا ودور وطني كبير احنا بس مش بنتكلم عن الرياضه وممارستها لا اجتماعيا كمان يمكن هنا محافظه الاقصر لما اتكلمت مع الناس هنا كانوا محتاجين فعلا نادي اجتماعي رياضي او اعتقد ان مفيش نادي اجتماعي رياضي يليق بمكانه الصعيد واهل الصعيد والناس العظيمه اللي موجوده هنا اكتر من النادي الاهلي النادي الاهلي زي ما دائما اولا واخيرا هو رقم واحد دايما متواجد في وسط احبابه واعضائه ويمكن اعتقد ان اهل الاقصر كان يليق بيهم ان النادي الاهلي يكون موجود في وسطهم وان شاء الله يعني الشراكه بين العملاقين النادي الاهلي واستادات ان شاء الله تتوج بانجازات اكثر الفتره المقبله ان شاء الله وزي ما بنقول يعني بنوعد كل جمهور عشان النادي الاهلي في جميع انحاء العالم ساعات قليله وهيشوفوا مفاجاه عظيمه وكبيره جدا هنا من الاقصر عاصمه مصر زي ما بنقول في عصور ما قبل التاريخ علشان النادي الاهلي يستمر في التحليق لمده 114 سنه أطحوا من عاصمه مصر الحديثه في القاهره لغايه لما وصل هنا لعاصمه مصر في عصور ما قبل التاريخ وحتى الان الاقصر او طيبه الجديده بالتحديد الكلمه ليكم لو فيها استفسار. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق يمكن هنتابع طبعا خلال ايام بسيطه جدا افتتاح قصه نجاح جديده للنادي الاهلي وشراكه اكثر من ناجحه مع شركه السادات الوطنيه العملاقه الحقيقه التاريخ الطويل والكبير والناجح للنادي الاهلي واسم كيان زي النادي الاهلي لما يكون في شراكه بتجمعه مع شركه عملاقه زي استادات عندها رؤيه عندها تطلعات وامال وطموحات كبيره جدا شفنا منها بيتحقق في خلال فتره بسيطه جدا ثلاث انجازات اعتقد ما كانش حد يحلم ان هم يتحققوا في الزمن القياسي ده سواء كنت بتكلم على الاهلي السلام الملعب طبعا اللي بقى ليه بصمه وليه طابع اهلاوي او كنت بتكلم طبعا على تطوير قناه النادي الاهلي او كنت بتكلم على اهلي طيبه تالت الانجازات اللي بنشوفها او هنتابعها مع حضراتكم طبعا خلال ايام بسيطه جدا